السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. رؤية الجزيرة في المنام تدل على الوقوف بوجه السلطان ومخالفة قوانينه وأوامره، فيما رؤية الجزيرة وسط البحر في المنام تدل على الصمود والتماسك أمام غضب السلطان. وإذا رأيت جزيرة صغيرة وسط البحر في المنام فهذا يدل على مخالفة القوانين والأنظمة. أما الجزيرة الخضراء في المنام فتدل على الحصول على المنصب والعلو، ومن رأى أنه يزور جزيرة خضراء في الحلم فهذا يدل على المنفعة التي سينالها الرائي في حياته. أما رؤية الجزيرة جميلة في المنام فتدل على الزواج القريب أو الرزق الواسع، ومن رأى أنه يدخل جزيرة جميلة في الحلم فهذا يدل على سعيه في أمر ينال منه المنافع والسرور. فيما رؤية الذهاب لجزيرة في المنام فيدل على التغييرات التي تطرأ على أحوال الرائي، ومن رأى أنه يذهب مع أهله إلى جزيرة في الحلم فهذا يدل على الحصول على القوة والدعم منهم. فيما رؤية الضياع في جزيرة مهجورة في المنام تدل على الفراق والهجران. الضياع والخوف في جزيرة مهجورة في المنام يدل على الوحدة والعزلة. أما رؤية بيت وسط البحر في المنام فيدل على الزوجة الغاضبة أو ضياع الأسرة، ومن رأى أنه يسكن في بيت على جزيرة وسط البحر في الحلم فهذا يدل على عدم الاستقرار في العيشة. فيما رؤية الجزيرة في المنام للرجل فتدل على وقوفه بوجه شخص له سلطان عليه، وإذا رأى الرجل أنه يسكن في جزيرة جميلة في المنام فهذا يدل على السعة في الرزق. فيما رؤية الجزيرة في المنام للفتاة العزباء فيدل على قوتها وثباتها أمام من يعاديها. فيما رؤية الجزيرة في المنام للمرأة المتزوجة فيدل على صمودها أمام تحديات الحياة وظروفها الصعبة. أما رؤية الجزيرة في المنام للحامل فيدل على تحمل متاعب الحمل، وإذا رأت أنها تعيش في جزيرة خضراء في المنام فهذا يدل على استقرار الحمل وحفظ الجنين من كل مكروه. فيما رؤية الجزيرة في المنام للفتاة المطلقة فيدل على قوتها وقوة تحملها أمام الظروف، وإذا رأت جزيرة خضراء واسعة في المنام فهذا يدل على اتساع عيشها في المستقبل والله أعلم. يعني نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.